الابتكار والانعاش لوزاره السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامن. بمناسبه معرض الفرص نظمت دار الصانع تحت اشراف وزاره السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني احسن جائزه احسن سرج. وهذه الجائزه ديال احسن سرج تعطات على ود الشاره ديال الجوده اللي هي شاره الجوده، يعني ان المعايير باش داروا دوك السروجه ما تختاروش غير هكاك، تختاروش على حسب واحد المعايير وهذا ديال الجوده. وكانوا ثلاثه ديال الجوائز، الجائزه الاولى واحد المعلم فاس، الجائزه الثانيه الدار البيضاء، والجائزه الثالثه فاس كذلك. اذا فهاد شاره الجوده هي اللي كتحافظ على المنتوج وعلى الجوده ديالو. تنشكروا المعرض، الناس اللي صاهرين عليه، تنشكروا مؤسسه الدار الصانع اللي نظمت هذا الحفل هذا، اللي نعتبر على حفل وهو اول حفل في التاريخ. وانا زيد فخور بالحصول على الجائزه الاولى، واللي هي تعتبر شرف وتكليف، لانه ماشي سهل باش تصوب السرج، وتنطلب الله التوفيق. وهذا الشيء هذا تيرجع للفضل ديال سيدنا نصر الله، لانه هو اللي عطي اهميه كثيره للصناع التقليديين والمهاره باش يزيدوا يعطيوا اكثر من الطاقه ديالهم. احساس احساس جميل، زعما فخر، انه راه فخر، لان باش تحصل على احسن سرج في المغرب راه افتخار هذا بالنسبه ليا كصانع. وشكرا.